التي وعدد من القوى السياسية يلتقون اليوم بماكين وجراهام لبحث تطورات الأوضاع في البلاد. القوات المسلحة تؤكد أن عملياتها بسيناء تتم وفقا لخطط مدروسة، واستشهاد جندي في هجوم لمسلحين على ميناء العريش. مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قاعدة مانج الجوية في مدينة حلب. ثامنة بتوقيت جرينتش، 10 صباحا في القاهرة. أهلا بكم، نشرة مفصلة بآخر الأنباء من قناة النيل في القاهرة. السادات والسادة، تحية لحضرتكم، ونبدأ مع مستجدات المشهد الداخلي، حيث يلتقي اليوم الرئيس المؤقت عدلي منصور والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوفد الكونغرس الأمريكي الذي يضم السيناتور جون ماكين، سيناتور لينسي جراهام عضوي لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالكونغرس. كما سيلتقي ماكين وجراهام أيضا نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي وممثلين عن التحالف الوطني لدعم الشرعية، بالإضافة للقاءات مع عدد من الرموز الأخرى قبل أن يغادر الوفد القاهرة فجر الأربعاء. كان مصدر رئاسي قد أعلن أن نائب وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز زار رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتتني في محبسه بناء على إذن من السلطات المصرية. ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن لقاء بيرنز مع نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرة الشاطر في محبسه أمس جاء في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لمنع تفاقم العنف وتهدئة التوترات وتيسير إجراء حوار شامل بين المصريين بهدف الوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة. كما أشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن الاجتماع جاء بإذن وتعاون من جانب السلطات المصرية. كان المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت قد نفى ما ورد في تقرير لوكالة رويترز للأنباء حول الإفراج عن محبوسين ومنح الإخوان حقائب وزارية، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتجاه لإجراء استفتاء على خارطة الطريق. كان التقرير قد زعم أن الجيش والحكومة سيطرحان حلا وسط على جماعة الإخوان المسلمين يشمل الإفراج عن بعض أعضاء الجماعة من السجون وفك تجميد أصول الجماعة ومنحها 3 حقائب وزارية في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صلاح عبد الله البرلماني السابق والمحلل السياسي. دكتور صلاح، بعد التحية، كيف تنظر إلى مثل تلك التقارير التي تخرج علينا بين الحين والآخر من وسائل الإعلام ببعض المعلومات غير الصحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذه التقارير تأتي نتيجة لتعدد الزيارات من جهات عديدة ومن دول عديدة إلى مصر، يعني لكل وفد أجندته الخاصة وأهدافه الخاصة. فهناك زيارات جاءت للوقوف إلى جانب ثورة الشعب المصري ومساندته، وهناك زيارات جاءت خوفا على جماعة الإخوان المسلمين وتحالفاتها، وكل يعني يسعى بطريقته للوصول إلى هدفه. وبالتالي فهذه التقارير تعكس هذه الصورة. ما يخص في هذا الموضوع هو أننا لا يجب أن نقبل بزيارات تتعامل على أن هناك كيانين أو دولتين. نحن لسنا شمال وجنوب السودان، ونحن لسنا حماس وفتح، نحن الدولة المصرية والثورة المصرية، وهذه جماعة. يعني الناحية الإنسانية مطلوبة معها،
التعامل الإنساني مطلوب، عودتهم إلى العمل كفصيل سياسي ضمن المنظومة السياسية للدولة المدنية مطلوب، ولكن هم ليسوا دولة داخل الدولة، ولا يجب أن نعطي الزيارات الأجنبية فرصة للتعامل بهذه الطريقة، لأن هذا يمثل خطورة مستقبلية. طيب. التقارير الصحفية منها ما هو مغرض ومنها ما هو صريح، لأن هناك تقارير صحفية تصب في اتجاه التعامل على أن هناك قوتين متساويتين، ليس هناك قوتين متساويتين، ومصر ليست محددة بحرب أهلية، لأن الشعب المصري 90 مليون، الإخوان لا يمثلون فيه مليون، يعني 1/90، فليس هناك شيء اسمه حرب أهلية. في حالة يعني دائما يعني في مثل هذه الحالات يقال إعلاميا إنه الطرف الآخر ربما يسرب بعض الأفكار يعني حول مبادرات ربما لفتح الطريق للمصالحة، لكن في حالة طرح مثل هذه المبادرة جدلا يعني هل يمكن أن تكون حلا أو تقبل بها جماعة الإخوان وتكون محل رضا رجل الشارع المصري؟ رجل الشارع المصري يقبل بفضل اعتصامات وعودة الإخوان للعمل كفصيل ضمن المنظومة السياسية ومحاكمة من يثبت أنه خالف القانون، وللقضاء أن يبرئه أو يدينه، فهذا شأن القضاء لا يجب التدخل فيه. أما أي حلول وسط بمعنى أن نتعامل مع الإخوان على أنهم دولة وخروج آمن وعقائد وزارية، ده اسمه لوني إدراك الشعب، وهذا ليس دولة. ربما تقصد المبادرة فصيل سياسي مهم، فصيل سياسي، هذا ما يؤكده المسؤولون أيضا في الحكومة المصرية. هناك خريطة طريق أو خريطة مستقبل وضعت، هذه الخريطة الطريق تعدل الدستور وتعد الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئاسية. الأخوان المسلمين كفصيل سياسي عليهم دخول الاستعداد لدخول الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الجديد المعدل الذي سيقبله الشعب كله. نتائج الانتخابات هي التي ستحدد حجم الأخوان المسلمين سواء في البرلمان أو في الرئاسة. أما خارج السابق والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين أن حكومة الببلاوي جاءت بناء على مطالب شعبية لإقامة دولة مدنية. وقال بهاء الدين خلال لقاء مع إحدى القنوات المصرية أمس أن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، لكنها لن توفر عدالة اجتماعية حقيقية. وأوضح أن الحكومة لا تملك إحداث تغييرات جذرية كبرى، مشيرا إلى أن الأولويات في الفترة القادمة مراعاة حقوق الإنسان وحقن دماء المصريين، وسيتم اتخاذ الإجراءات مع معتصمي رابعة والنهضة وفقا للقانون ومعايير حقوق الإنسان. دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى تنظيم تظاهرات اليوم تحت شعار ختم القرآن الكريم. يأتي هذا بينما يواصل مؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي اعتصامهم بميداني رابع العدوية والنهضة. ومن جانبها قال مصدر مسؤول إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شملت 3 محاور رئيسية للتعامل مع اعتصامي رابع العدوية والنهضة. يشمل المحور الأول دعوة المعتصمين للانصراف وعدم ملاحقتهم قانونيا، أما المرحلة الثانية فتشمل حصار الميدانين وغلق الطرق المؤدية إليهما، والمحور الثالث يشمل فض الاعتصام بالطرق والسبل القانونية المتعارف عليها دوليا. قدم أحمد يحيى منسق حركة إخوان بالعنف بلاغا للنائب العام ضد كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعصام العريان ومحمد البلتاجي القياديين بالجماعة، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية يتهمهم فيه باستيراد وحيازة الأسلحة. وقال مقدم البلاغ أن قيادات الجماعة المشار إليهم أدخلوا إلى ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر شاحنات بها أسلحة مختلفة ومتفجرات وغازات سامة مركبة من الفسفور المحرم دوليا ومواد شديدة الاشتعال وصواريخ مضادة للطائرات وبنادق للقنص تعمل بالليزر، مما يؤكد على وجود نية مبيتة ومخطط من أجل إحداث الفوضى العارمة في حالة إقدام قوات الأمن على فض الاعتصام بالقوة. وأضاف
مقدم البلاغ أن أعضاء حركة إخوان بالعنف رصدوا وجود وسطاء سوريين تابعين للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بسوريا تحت قيادة أحد قيادات الجيش الحر. تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي من ضبط شخصين وبحوزتهما كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأدوات وقاية من الرصاص وبجات تنظيم القاعدة وملابس عسكرية وبطاقات بأسماء مختلفة وجهاز يستخدم في تزييف العملة ويشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ إيهاب حسين الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ إيهاب تحياتي، أولا التفاصيل لديك. تفاصيل أعلنت سلطات الجمارك في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن العثور على كميات من جرابات الأسلحة وملابس عسكرية مموعة ورقبة واقية من الرصاص وملابس غطس وما إلى ذلك. الشخصين قادمين، مؤكد أنهم قادمين من إسطنبول من تركيا. خمس سلطات الجمارك حين اشتبهت في حقائب الراكبين. الراكبين إلى الآن يحملون جوازات مصرية من سكان منطقة رفح. الغريب في الأمر أن هناك أعلام سوداء مدون عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي أعلام مميزة لتنظيم القاعدة. أضيف أيضا، أفادت سلطات الجمارك أن هناك بجاش لتنظيم القاعدة. هذا الأمر يثير الانتباه إلى شيء واحد. هؤلاء الأشخاص كانوا متأكدين أن عند وصولهم مطار القاهرة لم تتم عملية تفتيشهم وستمر كل ما هو في الحقائب وكل هو من هذه المستلزمات سيمر من خلال الجمارك. أيضا توجد أنواع من الصدير الواقي من الرصاص وما إلى ذلك. بالتأكيد سلطات الجمارك قامت بتحرير محضر وحالة الأمر للنيابة والجهات الأمنية ما زالت في عمليات التحقيق مستمرة الآن للوصول إلى أسباب وصول هؤلاء هذين الشخصين وأسباب حملهم لهذه الأدوات والمعدات التي تعتبر من الأدوات والمعدات التي تخدم على عمليات عسكرية. ولكن أستاذ إيهاب، حسب معلوماتك، هل عملية الضبط جاءت بناء على ورود معلومات إلى سلطات المطار أم أنها جاءت في إطار التفتيش الدوري الذي يتم باستمرار؟ بالتأكيد هناك معلومات. أيضا أحب أن أضيف أن الطائرات القادمة من بعض المناطق يتم عليها عملية تفتيش دقيقة. الطائرات القادمة من تركيا عموما تخضع لعمليات تفتيش لأن هناك من التجار يأتون بالملابس وبعض الأدوات التي يمكن أن يتم تهريبها. كذلك بعض الطائرات التي تأتي من بعض مناطق دول الخليج يكون عليها التي يعني نستطيع أن نقول تكون السلع والأدوات الكهربائية والتكنولوجيا كالتليفونات المحمولة والأيباد والكمبيوتر رخيصة هناك، فبالتالي يتم بيعها هنا والحصول على العملة. تركيا من الدول التي يتم تفتيش أغلب الركاب القادمين منها تفتيشا جيدا. أشكر. أما مسألة الجزم بأن هناك إخبارية أو إشارة بأن هؤلاء الركاب قادمين ومعهم هذه الأسلحة، هذه الأدوات التي تستخدم كأدوات مساعدة لعمليات عسكرية أمر جائز وإلى الآن لم تظهر التحقيقات أي شيء. أصير نقطة جديدة أيضا، كيف خرجت هذه الأدوات من مطار إسطنبول؟ وهي النقطة الهامة جدا أشكرك جدا. أشكرك الأستاذ إيهاب حسين الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 5 أشخاص من معتصمي ميدان رابع العدوية لاتهامهم باحتجاز أحد المواطنين بالميدان وتعذيبه. قرار التأجيل جاء نظرا لعدم حضور المتهمين من محبس لبدء واقع المحاكمة وذلك للجلسة الثانية على التوالي.
سيناريوهات وروايات وأحاديث أصبحت الآن تدور على ألسنة الكثير من المصريين في الشارع المصري، منها من بث الخوف في قلوب البعض، ومنها أيضا من أسرهم في دائرة الحيرة والتفكير. ففي الآونة الأخيرة تصدر المشهد حادثة اعتقال وتعذيب مواطن مصري من قبل 5 من معتصمي ربع العدوية التي أثير حولها الكثير من الجدل. أرى أن عكس ما يزاع في الإعلام أن المتهمين قد اختلفوا هذا الجرم، للأسف الشديد هذا الكلام غير حقيقي على الإطلاق، وهذا الكلام ليس رأيا لي بل هي أقوال المتهم في الأوراق قالت على عكس ما قيل. وأنا بتعجب أن الإعلام كله سايرة مقولة أن هناك تعذيب وأن هناك احتجاز وأن هناك غير ذلك. المتهم كان شخص موجود في ربع العدوية، وكان حسب ما قيل أن هو كان بيقوم بالسرقة، تم الاعتداء عليه من بعض المتظاهرين الموجودين في المكان. قام المتهمين في هذه الجناية باستخلاصه من بين المتظاهرين والذهاب به إلى أحد المستشفيات، وتم القبض عليهم أثناء اتجاههم إلى أحد المستشفيات. وهذا الكلام مش حديثي أنا شخصيا، ولكن ده حديث المتهم في أوراق الجناية اللي موجودة، واللي احنا كنا نتمنى أن الجلسة تنعقد النهاردة عشان نعرض هذا الكلام على هيئة المحكمة الموقرة. وقد قررت المحكمة تأجيل الحكم في هذه القضية إلى 2 من شهر سبتمبر القادم. هو غاية الآن المتهمين مجوشي كانوا، والمحكمة أجلت الجلسة 2/9 لأن تاني جلسة المتهمين مجوشي. كل ما جاء بهذه القضية من معلومات وتفاصيل وتحريات موضوع الآن أمام منصة القضاء للبت والحكم فيه، فإما التأكيد على هذا الجرم والقصاص من المتهمين أو البراءة والمزيد من علامات الاستفهام. إمام الشيخ أمين. أكدت القوات المسلحة أن أعمالها وأنشطتها بسيناء تتم وفقا لخطط مدروسة جيدة ووفقا لاعتبارات محددة، من أهمها التزام أقصى درجات ضبط النفس الذي يراعي حياة المواطنين، وهو ما يبرر طول أمد العمليات في سيناء. وأوضح المتحدث العسكري بأن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال لأية طائرات تابعة لأية دولة بانتهاك مجالها الجوي أو سيادتها، مشددا على أن أعمال تأمين المجال الجوي لدعم العملية سيناء يتم بقوات جوية مصرية خالصة تتمتع بالحرفية العالية ولديها من القدرات والإمكانيات ما يؤهلها للقيام بمهامها بقدر عال من الدقة والكفاءة القتالية. وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة تكن لأهالي سيناء الشرفاء كامل الاحترام والتقدير لدعمهم المتواصل لجيشهم الوطني على مر التاريخ، وشدد على أن القوات المسلحة لم تنتهج منهج العنف أو تجاوز حدود القانون مع أبناء شعبها العظيم. استشهد اليوم مجند في هجوم شنه المسلحون على ميناء العريش البحري بشمال سيناء. وقال مصدر أمني أن المسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوة الجيش في الميناء، مما أسفر عن إصابة مجند بجروح توفي متأثرا بها فور وصوله لمستشفى العريش العام. وذكر شهود عيان أن مسلحين شنوا هجوما ممثلا على قسم شرطة ثاني العريش، وهجموا أيضا مبنى الرقابة الإدارية القريب من القسم فجر اليوم، بينما تتردد أنباء عن وقوع إصابات. في المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من شمال سيناء محمد عبد النبي مراسل النيل. محمد، انقل لنا الصورة لديك في سيناء خاصة بعد استهداف ميناء العريش. نعم، بعد لقاء اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني أمس الأول بعدد من مشايخ وشباب وعواقل سيناء وحواره معهم عن الأوضاع الأمنية في سيناء وتأكيده على أن القوات المسلحة لن تقبل بأي حال من الأحوال التواجد الإرهابي والمسلح على أرض سيناء، وطمأنته للحضور بأن أهالي سيناء في قلوب جميع قيادات وأفراد القوات المسلحة
المسلحة وأن أهالي سيناء خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه. بعد هذا اللقاء قام مسلحون مجهولون مساء أمس بالهجوم على نادي وفندق القوات المسلحة الذي تم فيه لقاء قائد الجيش الثاني الميداني بمشايخ سيناء والذي يقيم فيه أيضا العديد من قيادات القوات المسلحة. قام المسلحون بالهجوم عليه أمس أكثر من مرة. المرة الأولى كانت قبيل استعداد اللواء محمد الزملوط قائد أركان الجيش الثاني الميداني لتفقد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للقوات المسلحة لرفع معنويات الضباط والأفراد في هذا الشهر الكريم وتهنئتهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك. لكنه ألغى هذه الجولة عقب تعرض نادي وفندق ضباط القوات المسلحة للهجوم الأول من قبل مسلحين مجهولين حيث تبادل أفراد تأمين الفندق إطلاق الأعيرة النارية مع المسلحين مما أدى إلى استشهاد أحد جنود القوات المسلحة. وفي نفس الوقت تقريبا حدث هجوم آخر على القوات المكلفة بحراسة البنك الأهلي بمدينة العريش حيث تبادل أفراد القوة إطلاق الأعيرة النارية مع المسلحين مما أدى إلى إصابة مجندين من أفراد القوة وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش. للأسف لم يكتفي المسلحون أمس بذلك بل عودوا إطلاق الأعيرة النارية على القوات المسلحة والتي تمركزت حول نادي وفندق القوات المسلحة بحي ضاحية السلام بمدينة العريش عدة مرات وقامت القوات المسلحة بالرد عليهم مما أدى إلى إصابة مجندين وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري. هذا وفي ساعة متأخرة من مساء أمس حدث هجوم مسلح آخر على قسم شرطة ثاني العريش وتبادل أفراد الشرطة المكلفين بحماية هذا القسم بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع المسلحين. هذا ولم يسفر على حد علمي بوقوع أي إصابات من جانب الشرطة ولكن سوف نتأكد من هذا الأمر في خلال الساعات القليلة أو ربما الدقائق القادمة. نعم، ماذا عن الحالة الأمنية الآن؟ هل هناك تكثيف للحالة للحراسات وهل هناك أشياء غير عادية بعد هذه الهجمات؟ بالفعل بعد هذه الهجمات الكثيرة والمتكررة مساء أمس وصباح اليوم كما تحدثت منذ قليل على العريش البحري كثف المسؤولون هنا عن الأمور الأمنية سواء من القوات المسلحة أو الشرطة التواجد الكثيف حول هذه المقرات الأمنية والمنشآت الحكومية التي يستهدفها المسلحون. أيضا هناك العديد من الدوريات تجوب العديد من المناطق هنا في مدينة العريش. طائرات الأباتشي تحلق في سماء مدينة العريش منذ ليلة أمس للبحث عن هذه العناصر المسلحة. أعتقد أن القوات المسلحة لن تسكت ولن تصبر كثيرا على هذه الأمور التي زادت على أحسانها هنا في شمال سيناء. آخر التطورات في شمال سيناء، محمد عبد النبي مراسل النيل من هناك. أصدرت وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين قرارا بتكليف عصام الأمير رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومن المقرر أن يستمر شكري أبو عميرة رئيسا لقطاع التلفزيون. أفاد الجيش السوري الحر بوقوع اشتباكات بين قوات المعارضة والجيش النظامي بمحيط قرية عرامو التي تبعد 20 كيلومترا من القرداحة مسقط رأس الرئيس بشار الأسد. وأعلن المرصد السوري أن المعارضة سيطرت بالكامل اليوم على مطار عسكري في حلب قرب الحدود مع تركيا بعد حصار دام 8 شهور. كما أفاد ناشطون بأن المقاتلين أسروا قائد القوات الجوية بمنطقة حلب داخل المطار الذي يعتبر آخر قاعدة للقوات النظامية في ريف حلب الشمالي. ومن جانبه شن الطيران الحربي السوري غارات على محيط المطار لمنع سقوطه وأوقعت هذه الهجمات قتلى وجرحى في ريف حلب. يأتي ذلك بينما أعلنت الشبكة السورية مقتل 93 شخصا برصاص قوات النظام بالأمس معظمهم في إدلب وريف دمشق. تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا موسعا اليوم استعدادا لجولة التفاوض الثانية مع إسرائيل.
وأعلن مصدر في اللجنة المركزية للحركة أن الاجتماع سيتناول تقييم ما دار في الجولة الأولى من المفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الاستعدادات للقاء التفاوضي الثاني والمقرن انعقاده في منتصف شهر أغسطس الجاري. وقد أكد المصدر على أن الموقف الفلسطيني ثابت ولا يقبل دولة ذات حدود مؤقتة، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات السلام استنادا إلى الحدود في عام 1967 كأساس لحل الدولتين. وختاما لهذه النشرة نذكر بعناوين أبرز ما كان لدينا من أنباء. منصور والسيسي وعدد من القوى السياسية يلتقون اليوم بمكين وجراهام لبحث تطورات الأوضاع في البلاد. القوات المسلحة تؤكد أن العمليات بسيناء تتم وفقا لخطط مدروسة واستشهاد جندي في هجوم لمسلحين على ميناء العريش. مقاتلو المعارضة في سوريا يسيطرون على قاعدة منجل جوية في مدينة حلب. مشاهدينا، هذه الوقفة الإخبارية انتهت مع حضرتكم، بعد قليل نلتقي معكم في الجولة الصحفية، ابقوا معنا. شكرا لكم.